إذن أيضا في ذات الحديث أو في ذات السياق للحديث عن مؤتمر ميونخ في دورته 56 عبر سكايب من بون الألمانية، ينضم إلينا سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب. سيد جاسم أرحب بك. تحياتي. نعم، إذن مؤتمر ميونخ في دورته 56، البعض يقول أنه يعتبر الأهم ربما على مدار عقوده السابقة أو على مدار دوراته السابقة، تعليقك سيد جاسم؟ أجد أنه المؤتمر في نسخته 2020 هو لا يختلف كثيرا عن السنوات السابقة 2019-2018، بل إن مهمة المؤتمر ربما أصبحت أصعب بسبب الملفات المتراكمة التي بدأت تتصاعد، خاصة يعني في هذه السنة ظهر ملف ليبيا بقوة إضافة إلى ملف سوريا، وكذلك هنالك ملف رئيسي وهو موضوع سباق التسلح في عقب انسحابات الولايات المتحدة أيضا من جملة من الاتفاقات الدولية. أصبحت أيضا أوروبا ربما قلقة حول أمنها القومي اتجاه أي تهديدات روسية، إضافة إلى الموضوع الآخر هو موضوع الملف إيران وتهديدات إيران إلى الأمن الدولي. وفي آخر القائمة جاءت مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش، فإذن جملة تحديات ربما تعقد مهمة هذا المؤتمر. نعم، يعني بعيدا عن التحديات دعني أتحدث معك عن كلمات الرؤساء تحديدا سيد جاسم. يعني بالتأكيد استمعت صباح اليوم إلى كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كيف تابعت هذه الكلمة تحديدا سيد جاسم؟ الكلمة كانت موجهة إلى موسكو، يعني في الوقت التي تجد يعني فرنسا نفسها ربما يعني مختلفة مع الولايات المتحدة مع واشنطن، هي في الوقت الذي تحذر من المخاطر الروسية ومخاطر تهديدات الجبهة الشرقية من أوروبا، هي تجد بأنه هنالك توافقات واتفاقات مع موسكو في قضايا خاصة إقليمية، موضوع سوريا، موضوع ليبيا، ربما تجد فرنسا هي نفسها قريبة وكذلك دول أوروبا وبضمنها ألمانيا قريبة من موسكو في موضوع الملفات الإقليمية أكثر من واشنطن، لكن هي تبقى فرنسا وكذلك ألمانيا ودول أوروبا أيضا تشعر بالقلق من تصعيد تهديدات موسكو إلى شرق أوروبا. نعم، ولكن في سياق حديث ماكرون يعني تمت الإشارة أكثر من مرة إلى دور الاتحاد الأوروبي، وهو فرق ربما بين الكيانين إن كان يتحدث عن الاتحاد الأوروبي أو كان يتحدث عن أوروبا بشكل عام، وقال أن يعني الدور الأوروبي في الأزمات المتواجدة الآن أصبح ضعيفا للغاية. بالضبط. سيد جاسم تعليقك. بالضبط، الآن دول أوروبا يعني حتى ظهرت مصطلح أو عبارة في هذه نسخة ميونخ 2020 أنه يعني غياب الدور الأوروبي، وهذا يعني بأن أوروبا تبحث عن إيجاد الدور أو تلعب دور فاعل دوليا وإقليميا، وهي إشارة مباشرة إلى غياب الدور الأوروبي في سوريا، غياب الدور الأوروبي في ليبيا وكذلك في قضايا أخرى. ولذلك كانت أول انتقادات يعني الرئيس مؤتمر ميونخ إلى ألمانيا وكذلك إلى دول أوروبا أنها غائبة بسبب عدم وجود إنفاق عسكري أو بسبب عدم وجود عسكري إلى دول أوروبا، ولذلك هو يقول بأنه لا توجد دبلوماسية قوية بدون أن تكون هنالك قوة دفاعية أو عسكر أو تواجد أو وجود عسكري إلى دول أوروبا. فإذا أوروبا وجدت نفسها بأنها متأخرة أمام تمدد روسيا في سوريا والعراق وأمام أيضا تجاوزات تركيا في ليبيا وسوريا ودوليا، فإذا القوة العسكرية هي ما تحتاجها دول أوروبا، ولذلك هو يتحدث عن الانقسامات في داخل أوروبا ويجب أن تكون إصلاحات ويجب أن تكون قوة مشتركة أوروبية.
نعم سيد جاسم، إذا سمحت لي، يعني البعض يقول أن هذا المؤتمر هذا العام تحديدا هو استعراض للقوى أكثر منه تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمات التي تمر بها المنطقة. ماذا عن المشاركة الأمريكية على سبيل المثال؟ يعني الولايات المتحدة تشارك في هذا المؤتمر بوجود مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وهو تابع للجمهوريين أو للكونغرس. أما على الجانب الآخر، يعني هناك أيضا مشاركة من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تابعة للديمقراطيين. كيف تتابع هذه المشاركة؟ البعض يتحدث عنها على أنها متذبذبة سيد جاسم. نعم، ربما هذا العام هي أقل من العام الماضي، كان هنالك حضور إلى نائب الرئيس الأمريكي، لكن أجد أنه يعني هي أمريكا تعول على هذا المؤتمر باعتباره فرصة إلى الولايات المتحدة لأن تدفع بثقلها داخل دول أوروبا وأن تكون علاقات ما بين ضفتي الأطلسي، لكن هي بدون شك هي موضع انتقادات وهي فشلت في مساعيها هذه. ولذلك أمريكا الولايات المتحدة تحديدا ربما من أكثر الدول التي تعول على هذا المؤتمر. العلاقات مع الضفتي الأطلسي وما بين الضفتي الأطلسي والجدل السجال الذي دار ما بين الرئيس الألماني شتاينماير وكذلك مع ردود فعل بومبيو وزير الخارجية على الانقسام الأوروبي، على تخلي الحليف الأمريكي عن أمن أوروبا وكذلك حول الناتو، هذه جميعها تزيد من فجوة الخلافات ما بين ضفتي الأطلسي. وجد أنه بومبيو لا يستطيع يعني وجوده في هذا المؤتمر لا يستطيع أن يصلح الفجوة الكبيرة ما بين يعني البيت الأبيض وكذلك دول أوروبا.